السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير يا ربي. اليوم بغيت نحضر معكم واحد الوصفة ديال البطاطا. انا كتعجبني هاد الطريقة وكنتمنى تعجبكم حتى نتوما. هنايا كنشد داك البطاطا الصغيرة، متوسطة ماشي الصغيرة كاع، ماشي الكبيرة، متوسطة، وكنبقى نفرقها كنفرقها بالموس هكا على هاد الطريقة كيف ما كتشوفوا. وكنديرها في كاسرونة، كندير عليها الماء وشوية الملح ونخليها تسلق. نتوما دابا راني شعلت عليها العافيه، درتها كطيب، وغنغطيها، غندير عليها شويه ديال الملحه ونغطيها ونخليها كطيب. نتوما دابا من بعد ما تسلقات البطاطا البنات، غنديروا هاد الجومبو دي داند، هذا يعني هاد الفيلي ديال الديك الرومي، والفرماج جودة، الفرماج الحمر، وغنقطعو على هاد الطريقة هادي هكا بهاد الطريفات هادو صغار. حتى الجومبو غادي نقطعوه نفس الطريقة هكاك، طريفات صغار. هنايا غادي نهز طريف ديال داك الجومبو، طريف ديال الفرماج، وغادي نبقى نحط في هذا في داك الخطيطات، كل خط غادي نحط فيه الجومبو والفرماج. هانتوما كتشوفوا معايا الطريقه حتى الاخر. هي واحد الحاجه ها البنات، البطاطا خص ليها تسلق مزيان، ماشي غير شويه وتحيدوها، خليها تطيب مزيان مع تسلق مع شويه الملح. قدرتو تفورها من الاحسن، ومن بعد كنثبتوها بهذاك العويدات، هذاك اللي كيغدو، باش ما كتحلناش. هانتوما البطاطا بعد ما ساليتها مع بالتعمر ديال داك الجومبو والفرماج، كتجي على هاد الطريقه هذه، كيجي المضر ديالها زوين وحتى المذاق. دابا غادي نديرو عليها شويه ديال الزيت البلديه، شويه الثومه، والبزار. هنا غنديروا شويه ديال الزيت بلديه فوق داك البطاطا، شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال الملح على حسب الذوق، وشويه ديال البزار. وهذا اكليل الجبل ولا ازير، المهم، ولا غوماغان، اللي ما كيبغيش البنات بلا ما يديرو، ماشي ضروري. هذه هي الطريقه. غنسخنوا هذه الماكينه هذه، نديروها على 200 باش طيب لنا دغيا، نديروها تسخن ونرجع نديرو داك البطاطا اللي عمرنا. هانتوما دابا بعد ما سخنات غنحاولو نديرو داك البطاطا. نبلاصيو هاد البطاطا هنايا، ونديروها طيب. من بعد ما درنا داك البطاطا طيب، غندوزو نوجدو هنايا الشامبينيو والبصله. هنايا انا نقيت البصله ودرتها في شويه د الماء على حسب داك الريحه ديالها، وباش ما كيبكيش الواحد. غنشلطها رقيقه، وحتى الشامبينيو عاوتاني غنقطعو رقيق، كيعجبنيش طروفه كبار، المهم اللي كيبغي طروفه كبار يخليهم كبار، انا كيعجبوني رقيق. وتابعوا معايا.
هنايا درت شويه ديال الزيت، زيت الروميه في المقله، درتها تسخن وغادي ندير فيها هذيك البصله ونخليها تحمر واحد شويه شي 5 دقائق، عاد ديك الساعه نزيد عليها الشامبينيون حتى الملح والبزار، نديرها من بعد حتى ندير الشامبينيون عاد ندير شويه ديال الملح والبزار. هنايا بعد ما تشحرت داك البصله ديالنا غنزيدو عليها الشامبينيون ونخلطو شويه، غادي نزيدو عليها عاوتاني شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وهو ونبداو نحركو، ما نديروش العافيه قليله سينو داك الشامبينيو غادي يطلق لنا الماء، نخليو العافيه مجهده ونبقاو نحركو حتى كيطيب. هنا من بعد ما طابت داك البصله والشامبينيو غنزيد عليهم معلقه ديال الطحين، غنزيد عليهم هذاك لا كريم فريش، ومعها كنا درنا الملحه والبزار صافي ما غاديش نزيدو، الملحه كتبقى على حسب الذوق. وغادي نخلطو داك الطحين كيعقدنا هذاك لا كريم فريش لاصوص، واللي بغى يزيد فيها الفرماج يزيدو، انا كنبغيه كنزيدو واللي ما بغاش ما يديروش. باش كنزيدو داك معلقه الطحين كتجي لاصوص عاقده. هنايا غادي نزيد الفرماج محكوك، اللي بغى يدير الفرماج يديرو، اللي ما كيبغيش بلا ما يديرو، انا كنفضل بالفرماج. هانتوما شفتو كيف كتجي محمره وكتزرب دغيا هاد الطاوة، هادي دغيا كتوما فيها لا زيت لا والو، كتحمر فيها حتى الدجاج وكلشي، كيجي الماكلة فيها بلا زيت بلا حتى حاجة، الفريت الفريكادار كلشي ديروه فيها. هاهما البنات، هاهي البطاطا ديالنا واجدة، وهداك الشامبينيو حتى هو واجد مع لا كخيم فخيش، كيجي على هاد الطريقة هادي. أنا الطبيصل هذا ديالي حطيت الشامبينيون فوق مع لاصوص فوق البطاطا، وحطيت شوية في الجنب، راجلي ما كيبغيش حطيت له في الجنب ديال، ما كيبغيش فوق البطاطا حطيت له في الجنب، ومع الخيار ومعطيشة والخس. واللي ما عندوش البنات هاد الفخيتوز هادي يدير داك البطاطا في الفران، راها نفس النتيجة، كتجي رائعة وكيجي داك الفرماج دايب فيها. كنتمنى البنات تعجبكم هاد الطريقة هادي، وإلا عجبتكم خليو ليا في التعاليق، وما تنسوش تابوناو معايا وتبركوا على الجير باش يوصلكم الجديد، وشكرا بزاف بزاف على المشاركة. هنا يا البنات بعد ما كلينا الحمد لله، انا كنوجد هكا الماء اللي تدرج لي باش يمشي للخدمه، درت له لي طاقتين ديالو، المهم هنا درت له مع الجومبو دي داند، ودرت له الفرماج مدام لوي، كاين فرماج فخي، المهم هذا هو الروتين ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم هذا الروتين هذا، ولا كان يعجبكم بحال هذا الروتين هذا نبقى نديرو معاكم يوميا ان شاء الله يا ربي. هنا درت له بالجودة عاوتاني فرماج جودة،
وشكرا لكم البنات. وواحد صاحبتي مسكينة دائما كتخلي ليا في التعاريق، هما بزاف ولكن وحدة أكترية دائما راها عارفة شكون هي. المهم دائما مسكينة كتخلي ليا، أول مرة كنحط الفيديو كتخلي ليا التعاليق دائما، فوقاش ما كان نحط شي فيديو كنطلع كاع على التعاليق كنلقاها خلات لي شي حاجة مسكينة. كنشكرك أختي بزاف بزاف، ما نقدرش نقول الاسم ديالك ولكن كنشكرك بزاف بزاف، وكنشكر صحاباتي كاملين والعائلة حتى هما. وشكرا، دابا درت له لاماليط ديالو، هنايا غندير له اتاي، كيبغي اتاي بالنعناع والقرفة وصافي. تما درت له الخوخ ودرت له البنان والياوخت. وهنا يا البنات بعد ما مشى راجلي للخدمه وجدت له مشى للخدمه، دست انايا نغسل هذوك المعنات اللي كلينا فيهم وكل شيء. كنا خرجنا بعدا قبل، كنا خرجنا ورجعنا كلينا، وجدت له الماليط ديالو مشى للخدمه، وانا راني كنغسل هذوك المعنات وصافي. ومن بعد ان شاء الله غادي نصلي صلاتي ونجلس نهضر مع العائله ولا مع الاصدقاء ولا المهم. هذا كان هذا هو الروتين ديالي ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وندير فيكم شويه ديال الحماس حتى نتوما، وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو تنوض حتى نتوما تغسلوا المعنات ديالكم. كنتمنى ان شاء الله. المهم هذا هو الروتين اليومي اللي كنديرو يوميا، كنظن كل مرة كدير هادشي يوميا، ضروري من غسيل المواعن، ضروري من الطياب، ضروري من التسياق. كنتمنى يعجبكم هذا الروتين هذا ديال اليوم، وشكرا لكم على المتابعه. وسمحوا لي الفيديو راني درتو طويل، سمحوا لي لحقاش ضروري وعاد راني كندير الفيتاس باش زعما نزرب، هو خاكيك شويه طويل والحمد لله اللي ما درتش فيه حتى الخرجه، لحقاش حتى المهم خرجت ورجعت، المهم ما درتش ما فيلمتش في الخرج. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم البنات، واذا كان يعجبكم ما تنساوش تخليو ليا في الكومونتير كيفاش جاكم الفيديو. المهم الفيديو على قد الحال وصافي، قبلوا عليا وصافي. هاد السيف هذا البنات كيعجبني، ما كيخليش هذاك اليدان في المواعن، داك الزيت ولا كانت الزبده ولا شي حاجه كيحيدها بسهوله. المهم انا دوزت معاكم النهار ديالي، المهم هذا ماشي النهار من الصباح، ما صورتش الفطور وكل شيء، المهم صورت غير في العشيه من الغداء، المهم الغداء لتحت الغداء ديالنا، والمهم وغسيل المواعن وكل شيء. كنتمنى يعجبكم هذا الروتين البنات، كنتمنى ما تملوش من الفيديو لحقاش طويل شويه. هنا غير تغدينا وغسلت المواعن داك الساعه، لحقاش البنات بعض المرات فاش كتغدي وتجلسي صافي ما كيبقى فيك ما ينوض تعاود تغسل المواعن وتعكزي عليهم. من الاحسن هكا الواحد غير ياكل يغسلهم داك الساعه الا ما كانش خارج ولا شي حاجه، يغسل المواعنات ديالو. كنشكركم البنات
واللي شاف الفيديو ديالي تخلي ليا في الكومنتير واش عجبها ولا لا. صافي، كنشكر العائله ديالي اللي متابعيني حتى هما، وصحاباتي والناس الجداد مرحبا بهم اللي عاد غيدخلوا عندي، كنرحب بكم. هنايا كنزيد الكاميرا باش تشوفو مزيان. سمحوا لي البنات طولت عليكم بزاف، والله سمحوا لي، هذا الفيديو جا طويل بزاف بزاف. المهم شكرا لكم بزاف على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وخليوا لي واش عجبكم هذا الفيديو ولا ما عجبكمش، خليوا لي في الكومنتير. يلا هالبنات في أمان الله، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.